عيد الاضحى المبارك. نعرف المناسبه هذه معروفه باللمه، المناسبه هذه معروفه الجار يمشي الجار ولم مع ابنائها، فما شكون يعني اليوم يضحي وحده ما يمشيش يتفقد دارهم، فما شكون اللي يتفقد مرته واولاده وينسى امه وابوه اللي جابوه؟ موجوده العاده هذه؟ والله موجوده، ربي يهدي. هما لي بارون بصراحه الام والبو ما تنساوش، معناها نورمالمون هذوكم ام، يعني كلمه ام وبو يكفي معناها، وربي يهدي موجود. بوتيتر البعد، بوتيتر البريسيون، بوتيتر الماديات، وهذيك هي معناها الماديات هي اللي تخلي الانسان ما يتنقلش يمشي لوالديك. يبداو مثلا من ولايه لولايه، مثلا بعيد عليه يكلم يعيد بالتليفون وكها، وان شاء الله عيدنا مبروك وان شاء الله ايامنا زينه. رسالتك لامك وبوك انت؟ امي الله يرحمها، يا امي الله يرحمك، وبابا ربي يخليك لينا يا تاج راسي، وكل ام ان شاء الله عيدها مبروك، والموت ان شاء الله ربي يرحمهم، وكل بو ان شاء الله عيده مبروك، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير، وان شاء الله طالبين رضاية ربي ورضاهم، ان شاء الله يرضيوا علينا وكهو. يا حسرة كاش في القرى يعني، اما هنا وين فما شيء، فما كان القراية فما كان. تحسهم مش عيد؟ نحسهم مش عيد بالحق، والله مش عيد، خاطر العباد وين؟ يا حسرة وين العلوش؟ وين باش نحطوا؟ وين باش يلعبوا بيه الصغار؟ وين ترى؟ كل الديار ضراف ودار صغار والدنيا الكل والقلوب ضيقة والدنيا الكل. اليوم في تونس أعيادنا أصبحت مثل أيامنا؟ كيف 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 كيف، نفس الأعياد نفس الواحد نفس الريتم نفس الواحد، صغيراتنا زمدة ما عادش نشوفوهم يخدموا بعاد ولا يخدموا قراب، ما عادش نشوفوا. يا حسرة على كل لمة بتاع بكري، ويا حسرة يا حسرة. مازالت اللمة بتاع العيد مازال الجو، ولا سيرة الرحم اتقطعت وأعيادنا أصبحت مثل أيامنا العادية؟ مازلت والله مازلت، مازلت في الحالات في الريف، مازلت في الريف مازلت به، وحتى في المدن برشا في المدن يروحوا يعيدوا عند أهله، ما ثماش قطع سيرة الرحم، قليل ياسر الناس في المواسم في المدن يروحوا للريف بزايد زاد. كهو رسالتك لوالديك انت بالمناسبه هذه؟ الوالدين هي العتبه الاولى نتاع الجنه، الوالدين هي العتبه الاولى نتاع الجنه، الجنه تحت اقدام الامهات. ماذا به الواحد يعمل الخير مع ابوه مع والديه مع الاقارب مع جاره مع الناس كل، يعمل به يلقل به، فهمت؟ يعمل به يلقل به. كو شك غنية على الأم ولا على الوالدين بالمناسبة هذه، سمع حالنا هكا حتى ولا شعر ولا حاجة هكا؟ والله على الأم، الأم المثل يقول اللي مات أمه يحط حجرة في فم، الأم باهي ياسر اللي مات أمه يحط حجرة في فم زي